رشدي أباظة كان ملك الحشيش، وكان بيتعمل له كل يوم 4 علب سجاير ملفوفين بالحشيش، وعمره ما شرب سيجارة عادية، وما كانش بيفوق أبداً، على طول سكران ومحشش الاثنين. تصوير مش تصوير، صبح ليل. ومش هو لوحده على فكرة، ده في فنانين كتير. ده أحمد فؤاد نجم الفجومي كان بيعشق الحشيش وبيعتبره عيل من عياله، وسبحان الله مات وهو عنده 84 سنة. وأنا لو شميت ريحة الدخان في الشارع بيجيلي أزمة.